هل محمد صلاح كان عايز يهرب من مباراة المنتخب؟ ده السؤال اللي بيقوله الجمهور المصري بعد أداء المنتخب اللي تحسن بعد خروج صلاح في مباراة مصر وغانا. الكلام ده جه في الوقت اللي خرجت قبله أخبار عن إنه ناوي يعتزل اللعب الدولي، وده بعد بطولة أمم إفريقيا. لكن يا ترى هل هتكون دي المباراة النهائية لمحمد صلاح فعلا ولا لا؟ وإيه اللي حصل لمنتخب مصر بعد خروج محمد صلاح من مباراة مصر وغانا؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. النتيجة غير مرضية تماماً للجماهير، المشجعين المصريين غير راضيين إطلاقاً عن مباراة منتخب مصر وغانا الأخيرة، خصوصاً من أداء لاعبي منتخب مصر وبالأخص محمد صلاح وكابتن محمد النني. كلام كتير طلع عن الاتنين دول على السوشيال ميديا، في اللي قال إن محمد صلاح كان بيلعب على قده خالص ومش همه المنتخب ولا الفوز، قد ما همه إنجازه الشخصي وإنه يكسب لوحده البطولة. واتقال نصاً محمد صلاح بيلعب مع المنتخب على قد فلوسهم، مع ليفربول بيلعب أحسن من كده بكتير. ده اللي قالته الجماهير المصرية عن محمد صلاح على تويتر وفيسبوك وغيرها من المواقع. بس في حكاية تانية خالص أكتر أهمية، في اللي قال إن محمد صلاح خلاص زهق من منتخب مصر وقرر إنه يعتزل اللعب دولياً. محمد صلاح مش هينزل مصر تاني يلعب مع المنتخب، خلاص شايف إن مفيش أمل خالص إنه يعمل حاجة مع المنتخب، لا بطولة أمم أفريقيا عارف يعمل معاهم حاجة ولا حتى كأس العالم عارف يعمل حاجة، مفيش نتيجة خالص لتواجد محمد صلاح مع المنتخب. سواء كان كلام الجماهير ده صح ولا غلط، وإن محمد صلاح ممكن يعتزل أو ما يعتزلش، بس الأكيد إن خروج محمد صلاح خلال مباراة غانا من شوية كان ليه تأثير على المنتخب. محمد صلاح يدوب خرج بدقيقة من المباراة وقام فريق غانا جايب جون في منتخب مصر، وده تفهم منه إن وجود محمد صلاح كان فارق برضه مع منتخب مصر. لكن الغريبة إن بعد خروج محمد صلاح من مباراة مصر وغانا والمباراة بدأت تفتح شوية بشوية واللعيبة بدأت تلعب، والمنتخب أحرز هدف كمان عن طريق مرموش، وبعدها منتخب غانا أحرزوا هدف لحد ما جه مصطفى محمد وأحرز هدف التعادل لمنتخب مصر. من هنا والمباراة شدت على آخرها وبقى فيه تنافس شديد بين اللاعبين، من لاعبي منتخب مصر ولاعبي منتخب غانا. اللافت إن في معلومة مهمة قوي انتشرت خلال الساعات اللي فاتت، وهي ان في اقاويل على تويتر ان جماهير منتخب غانا اللي حضرت المباراه ضد منتخب مصر اخذوا كل واحد 400 دولار، وكان في توجيهات كمان من قبل المباراه ان كل مشجع هيحضر ويشجع منتخب غانا هياخد 400 دولار، سواء بقى كان المشجع ده غاني او من اي جنسيه تانية، المهم انه يشجعهم في الاخر وخلاص. الحركه الاخيره بتاعت ال 400 دولار دي عملت جدل كبير عند مشجعي منتخب مصر، في اللي قال انه لو يقدر يحضر مباراه كان حضر في مدرجات مشجعي منتخب غانا وكان اخذ ال 400 دولار هو اولى بيهم في الظروف دي. ودلوقتي السؤال، لو حد فيكم كان عنده فرصه يحضر المباراه كان هيشجع مين؟ وهل ممكن محمد صلاح يعتزل اللعب مع مصر؟